موقع استراتيجي، هل يتحول هذا البلد الآن إلى ساحة صراع محتدمة أم لا؟ الموضوع يتعلق بالفعل بتظاهرات شعبية محقة وتم قمعها بهذه الطريقة الحاسمة. أنا أعتقد أن كازاخستان ليست أوكرانيا وليست بيلاروسيا، يعني لا يمكن للروس أن يسيطروا على كازاخستان لأن هناك شعب قومية أخرى وديانة أخرى، وهناك الصين من الشرق الجنوب الشرقي، الصين يعني الصين لن تسمح بأن تهيمن روسيا على كازاخستان لأن لها مصالح كبرى في كازاخستان. بالتالي يعني الموضوع أعتقد هو كأني عملية إسعافية سريعة، وهذا متوقف على القيادة الكازاخية. الرئيس الكازاخي طبعا أنا بتقديري هو رئيس ضعيف كان حتى اليوم، ولكن قد يصبح قويا في المرحلة القادمة بعد أن يتمكن من قيادة الأجهزة، الجيش والأمن والحكومة وكلها تصير تتبع له وتسمع كلمته، عندها ممكن يطلب من الروس بالرحيل. يعني هو المنظمة هذه لا يمكن أن تفرض على كازاخستان وجود قوات عسكرية، هذا شيء مستبعد. لكن أنا اسمح لي يعني ألاحظ شيء بالنسبة لتركيا. أعتقد بأن تركيا ومنظمة الدول الناطقة باللغة التركية قد تأخرت يعني، وقد فات عليها هذا الحدث، لأن صار ما صار مثل ما يقول، وقع الفاس بالرأس. وأين العلاقات التركية الكازاخية وأين علاقات المنظمة التي أنشأت؟ يعني لماذا حدث ذلك وكان مفاجئا لتركيا؟ هذا أنا أستغرب. وبالتالي يعني الآن ماذا كنت تريد يا دكتور محمود؟